لماذا ظهر ريال مدريد بهذا المستوى من وجهة نظرك؟ هل هي تشكيلة ناقصها بعض التدعيمات؟ هل هو أخطاء من المدير الفني؟ لماذا ظهر ريال مدريد بهذا الشكل من وجهة نظرك؟ أنا أعتقد بأن في ريال مدريد كما قلت من قبل، أنا مودريتش وتوني كروس كانوا لعيبة مهمين جدا في منتصف الملعب، وكانوا يستطيعون أن يقلبوا اللعب لصالحهم ولصالح فينيسيوس، ولكن أعتقد اليوم لم يكونوا على المستوى المطلوب. واعتقد ان مودريتش لعب المونديال كله وكل المباريات في المونديال حتى النصف النهائي، واعتقد انه مرهق من هذه المباريات، واعتقد لا بد ان الوضع في الاعتبار عمري، واعتقد انه كان من الواضح انه مجهد، فكان هناك اخطاء في الدفاع وكانت هناك اخطاء في عدم التركيز، فهؤلاء اللعيبه كانوا أثبتوا أنهم يستطيعون أن يكسبوا أي مباراة، وكانت شخصيتهم متمشية مع هذا، واستطاعوا أن يفوزوا في مباريات معقدة كما شاهدناهم في العام الماضي، ولذلك أعتقد بأنهم يكون إرهاق عام وفقد التركيز. وكما قلت من قبل، فإن المستوى العالي للبرشلونة قد أثر، وأنه قدم مباراة رائعة، وبالتالي من العدل أن يفوز بهذا اللقب.